السلام عليكم طلاب وطالبات، جمعة مباركة عليكم وعلى الأهل يا ربي، ويحفظكم من كل سوء، آمين رب العالمين. رجعت لكم مرة ثانية أنا التدريسية وأسناء كاظم جواد بمحاضرة جديدة من محاضرات الانتربرايز أركيتكتشر. وصلنا للمحاضرة الثالثة إن شاء الله، نبدي ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة رقم 2، بيج رقم 2، نحكي على البنى الأساسية للمؤسسة، The Basic Architectures of an Enterprise، متكونات لي من أربعة بنى أساسية، هي البزنس أركيتكتشر والأبليكيشن إنتجريشن، الإنفورميشن داتا والتكنيكال أركيتكتشر، التكنيكال إنفراستركتشر. وكل مكون من هذه المكونات إلى مجموعة محتويات حسب مدى تشوفوها، وهذه إن شاء الله لازم نشوفها ونشرحها بالتسلسل. نجي على الصفحة رقم 3 اللي دا تحكي على الـ Enterprise Architecture Objectives، أهداف الـ Enterprise Architecture. الـ Enterprise Architecture Objectives متكونت لي مجموعة أهداف. الهدف الأول Align Business and IT Strategies، موائمة استراتيجيات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. الهدف الثاني increase business and IT agility، زيادة سرعة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. الهدف الثالث establish and refine future architecture vision، إنشاء وصقل رؤية العمارة المستقبلية. الهدف الرابع Govern Technology Decisions and Direction، تحكم قرارات التكنولوجيا واتجاهها. أما the primary goal of EA is to make the organization as efficient and effective as possible. What does this mean؟ يعني الهدف الأساسي من الانتربرايز أركيتكتشر هو جعل المنظمة أكثر كفاءة وفعالية قدر الإمكان. فبالنسبة للصفحة رقم 3 تحكي لي على الأهداف من أهداف الانتربرايز أركيتكتشر، وحسب هذا الفقر الموجود عندنا مجموعة الأهداف الموجودة والبرايمري جول اللي هو السطر الأخير الموجود عندي. وصلنا إلى الصفحة رقم 4، الانتربرايز أركيتكتشر لايف سايكل، دورة حياة بنية المؤسسة. دورة حياة بنية المؤسسة هو شنو؟ عبارة عن سلسلة متكررة من الدورات عبر مجموعة من المراحل اللي هسه إن شاء الله أتكلم عنها. المراحل هنا رمز لي يعني شكل رمز ليها على شكل دوائر اللي هي شنو؟ تتضمن لي الأركيتكتشر فيجن، الكرنت ستيت أركيتكتشر، الفيوتشر ستيت أركيتكتشر، الاستراتيجيك رود ماب، الـ EA Governance، الـ Business Case. كل هاي شنو معناها؟ كل مرحلة من هذه المراحل بالنسبة للـ EA Life Cycle شنو تعني؟ أول شيء الـ Architecture Vision، العفو، إنشاء رؤية بنية المؤسسة وهيكل البرنامج، هاي بالنسبة إلى الـ Architecture Vision. بالنسبة إلى الـ Business Case، الـ Business Case شنو معناه؟ دراسة الجدوى، هو تطوير دراسة الجدوى المبادرة محددة أو مجموعة مبادرات في خارطة الطريق. بالنسبة إلى الـ EA Governance، حوكمة بنية المؤسسة اللي تعتمد على تأسيس وتنفيذ عمليات الحوكمة. بالنسبة إلى الـ Strategic Road Map، خارطة الطريق استراتيجية، إيش تتضمن لي؟ إنشاء خارطة الطريق للانتقال من الحالة الحالية إلى الحالة المستقبلية. عندنا الفيوتشر ستيت أركيتكتشر، إيش تتضمن لي؟ ديفلوب الفيوتشر ستيت أركيتكتشر، تطوير الحالة المستقبلية وتوثيق الحالة الحالية اللي هي الكرنت ستيت أركيتكتشر. هذه الدوائر الموجودة هي تتضمن لي المراحل اللي تتعامل بها دورة حياة الانتربرايز أركيتكتشر، وكل مستطيل من هذه المستطيلات حسب ما تشوفونه قاعد يعني حاليا دا يشرح لي
كل مرحلة شنو تعني. إن شاء الله هاي الصفحة الرابعة. بدينا وصلنا للصفحة الخامسة اللي هي الـ Time Scope. Okay. The Time Scope is important because the business typically works in cycles and it's critical that the architectures respect this time dimension to the organization's management and operation. والحكي الباقي. المهم هذا الكلام شنو معناه؟ النطاق الزمني، التايم سكوب. النطاق الزمني مهم جدا لأنه العمل يعمل في أوقات معينة ومحددة. كل عمل بأي مؤسسة يكون إلى بداية ويكون إلى نهاية، ديدلاين. فيجب على المؤسسات احترام هذا البعد الزمني. فمثلا تكون الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الكبيرة جدا عادة ما تكون فتراتها كلش طويلة، تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وأيضا بنية المؤسسة تحتوي على ميزات تساعد في إدارة الوقت. يعني هنا من نقول الانتربرايز أركيتكتشر. Enterprise architecture has some useful features that can help with managing time, including the اللي هي شنو قلنا؟ تحتوي بنية المؤسسة على ميزات تساعد في إدارة الوقت. أولاً، خارطة الطريق التي تسمح بتحديد نطاق زمني معين ومدى معين. ثاني شيء، يمكن أن يشير إلى المراحل التي يمر بها أي عنصر على خلفية ذلك النطاق الزمني. ثالثاً، تمثيل أي عناصر في مخطط خارطة الطريق. مثلاً شنو؟ التطبيق، العفو، تطبيقات، المعلومات وأجهزة التكنولوجيا. كل مهمة أنه يعني هذا البعد الزمني أو النطاق الزمني يكون مهم جداً بالنسبة إلى بنية المؤسسة. وصلنا إلى هذا الفيجرز اللي هو قاعد يحكي لي هنا على الـ Global Systems Integration Roadmap اللي هو خارطة الطريق وتكاملها. وصلنا إلى الـ Detail Scope اللي هو نطاق التفاصيل. Selecting the correct level of detail for an architecture is critical to its success and this is practically true when it comes to the implementation teams. شو معنى هذا؟ يعد اختيار المستوى الصحيح من التفاصيل للبنية أمر بالغ الأهمية لنجاحها، وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرق التنفيذ. Creating architectures that are too lofty or that are aspirational will result in implementation teams making important design decisions themselves, which while they may be appropriate for their solution, may not be the best outcome for the entire enterprise. هذا الكلام شنو معنى؟ إنشاء بنيات عالية جدا وطموحة تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى إنشاء هذه البنيات قيام فرق التنفيذ باتخاذ قرارات مهمة جدا للتصميم، والتي قد تكون مناسبة بالنسبة لفرق التنفيذ ولكنها بنفس الوقت لا تقدم أفضل نتيجة للمؤسسة بأكملها. تمام؟ يعني هي مثلاً هاي فرق التنفيذ اللي تنفذ خطط معينة معتمدة على تفاصيل معينة في مؤسسة معينة قد تكون ناجحة بالنسبة لفرق التنفيذ حسب وجهات نظرهم، ولكنها ما تقدم نتيجة أفضل للمؤسسة بأكملها. فهنا من جهة أخرى غالباً ما يؤدي إنشاء بنيات شديدة التفاصيل وشديدة الوصف إلى تقييد فرق التنفيذ، وكذلك عدم تمتع الفريق بالمرونة لاختيار الحل الأفضل. On the flip side of this argument, creating architecture that are too prescriptive and detailed will often result in an implementation team being concentrated and often results in the team not having the flexibility to select the best solution.
من ناحية أخرى أنه التنفيذ بنيات كثيرة التفاصيل راح يعني تخلي فرق التنفيذ أيضا مقيدة ومحددة، واحتمال أيضا ما تؤدي إلى النتيجة الأفضل بالنسبة للمؤسسة. الـ Enterprise Architect is a tool، عبارة عن أداة تعتمد على الـ Concept of Collaboration، التعاون. And there are many facilities will help the architecture team work together and with all. طبعا يعني إحنا أي فريق عمل يعمل داخل المؤسسة وكذلك يتعاون ويترابط ويا أصحاب المصلحة اللي مثلا أثناء التنفيذ including the implementation team، حتى شيء يحدد لي to determine the most appropriate level of detail for the architecture. هذا التعاون القائم بين فرق التنفيذ وبين أصحاب المصلحة راح يؤدي إلى النتيجة الأفضل والأنسب بالنسبة إلى المؤسسة. وهنا بهذه الصفحة وصلنا إلى نهاية المحاضرة الثالثة. أتمنى تكونون قد استفاديتوا، وأي سؤال أو استفسار أنا حاضر إن شاء الله بأي وقت، وأتمنى لكم كل التوفيق. مع السلامة، أترككم في أمان الله ورعايته.